بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم حقيقة نهدف من خلال الإحاطة الإعلامية لتوضيح التعديل اللي تم في قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية متابعة تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص. المستهدفات المطلوبة من الشركات في القطاع الخاص ما زالت هي نفس المستهدفات التي تم اعتمادها، اللي هي نسبة نمو 2% على الوظائف المهارية في شركات اللي توظف أكثر من 50 عاملا فأكثر. الآن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق هذا المستهدف على مدار العام من خلال تحقيق وتيرة توظيف مستمرة، بحيث أن يتم استهداف وتحقيق نسبة التوطين 1% في النصف الأول و 1% نسبة نمو في النصف الثاني، بذلك يكون هناك وتيرة توظيف مستمرة. هذا القرار يدعم القطاع الخاص في التخطيط الأمثل للقوى العاملة، أيضا يدعم وتيرة التوظيف، يدعمنا نحن في تحقيق المستهدفات، يدعم متابعة الالتزام، يؤكد على أهمية أن يكون هناك شراكة مستمرة على مدار العام بين القطاع الخاص وبين النافس وبين الوزارة وبين الباحثين عن عمل. شكرا لكم.